كذلك يحلق رأس الغلام، واختلفوا في الجارية هل يحلق رأسها أو لا، والأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى، لأن حتى حلق رأس الغلام يعني وتسميته في اليوم السابع وتصدق بوزنه فضة، هذا جاء من حديث فاطمة رضي الله عنها أن النبي أمرها بهذا عندما ولدت الحسن، لكن الحديث فيه ضعف، حسنه الإمام الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أنه يسن أن يسمى في يوم السابع ويحلق شعره ويعق عنه في اليوم السابع، كل هذه الأشياء تفعل في اليوم السابع لولادته. لكن لو سمي من أول يوم خاصة لمذهب اسم مثلا ما في بأس إن شاء الله. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم ولد سميته إبراهيم، على طول من أول يوم سماه. والله تبارك قال عن أم مريم قالت وإني وضعتها أنت وإني سميتها مريم، ولما ولد محمد بن أبي بكر جاءت به أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم فسماه محمدا، وأنس يقول لما ولد ولد سماه ابن عبد الله مباشرة، فتجوز التسمية من أول يوم. ولكن لو أخر اليوم السابع طيب، لو أخر التسمية اليوم السابع ما في بأس طيب إن شاء الله تعالى، ولو سمي من أول يوم ما في بأس. وأما التصدق بوزنه فضة كما قلنا فيه ضعف، حسنه الألبان والأحوط يفعل هذا الأمر. والظاهر الله العالم هذا خاص بالذكور، خاص بالذكور. ووزني فضة نتكلم عن دينارين ونص ثلاثة، يعني لو إنسان مثلا يقول ما قدرت مثلا أوزنه أو شيء كذي أو هذا ما توصل ثلاثة دينار على أي حال يعني. نعم.